فليجتهد العبد في الدعاء لله عز وجل أسوة بأنبياء الله ورسله وفي مقدمتهم الخليل إبراهيم عليه السلام. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إمامته في الدعاء، إمامته في الدعاء ورفع يديه إلى مولاه سبحانه. من صور ذلك الدعاء لهذا البلد بالأمن، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هذه دعوة من أبينا إبراهيم عليه السلام، فاستجاب الله هذا الدعاء فجعل هذا البيت آمناً آمناً، لا ينال من أمنه جبار ولا ظالم ولا طاغ. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وكل من أراد البيت بسوء فإن الله راد كيده في نحره. وكذلك دعا إبراهيم لهذا البلد بالرزق ولأهله وارزق أهله من الثمرات، شريطة الإيمان بالله واليوم الآخر. أما من كفر فإن جزاءه والعياذ بالله النار وبئس المصير. ومن ذلك أيضا دعاؤه عند بناء الكعبة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دعاؤه لذريته وأمته والمؤمنين، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، إلى قوله ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فليجتهد العبد في الدعاء لله عز وجل أسوة بأنبياء الله ورسله وفي مقدمتهم الخليل إبراهيم عليه السلام. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.